قلت لها هذا الشيء راه ديال النصب والاحتيال، انا شكيت فيهم. قلت لها هذا الشيء، قالت لي لا الا ما تيقتيش. بدات كتصيفط لي التصور ديالها، قالت لي راه غنصيفط لك واحد المليون ديال الدولار. مليون ديال الدولار راه غادي نستثمر هذوك الاموال في المغرب، وواحد 50,000 دولار قالت لي راه غادي نفرقوا على المساكين. قول لي الشروط ديال التسليم ديال هادشي. قال لي خاصك تعطي 10,000 درهم باش تسلم الامانه. محمد حمدي من قلعة مقونة، حاليا في الدار البيضاء. اليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع مهم، ومهم بالنسبة للمغاربة، يعني موضوع ديال النصب والاحتيال. هذا الموضوع هذا شحال مغربي يعني وقع في هذا المشكل هذا، ما عمر شي واحد عاودو. يعني حنا خديت الموضوع بالجدية، وخا عرفتو النصب والاحتيال خديته بالجدية، وتبعت هذاك الشيء. يعني كنت غنتعرض حتى انا لواحد عملية النصب والاحتيال. يعني المهم الحمد لله طرف أجنبية كيف ما كتدعي هي مواطنة أمريكية عايشة في أفغانستان، وكتقول هي عايشة في أفغانستان، واحد المرة صيفطوا لي لابيتاسيو، يعني قبلتهم في الفيسبوك. هادشي البداية، هذه هي البداية. يعني فاش قبلتهم في الفيسبوك صيفطوا لي في المنسجير واحد الرساله، يعني هذيك الرساله كيشكروك على صيفطوا لي. رديت عليهم، عليكم علي، قالوا لي السلام كذا. المهم رديت عليهم، غير رديت عليهم ردوا عليا، بداو كيشكروني على الرد كذا كذا. المهم تبعتني هي كتهضر معايا، لا راه كنتبعك انت راجل مزيان كذا، راه ما هادشي ما غاديش تيق هادشي اللي كتقول هي. المهم دخلت انا ما تيقش هذاك الشيء. واحد شويه قالت لي لا راه كنبغيك مات كذا، وبدات كتصيفط لي. قلت لها هادشي راه ديال النصب والاحتيال، انا شكيت فيهم. قلت لها هادشي، قالت لي لا الا ما تيقتيش. بدات كتصيفط لي التصور ديالها، يعني كيفاش كتعيش في الجيش الامريكي، هي في الحياه اليوميه ديالها باللبس ديال الجيش. وشويه بدات كتصيفط لي في الاوراق ديالها، يعني في الباسبور، فوتوكوبي ديال الباسبور، فوتوكوبي ديال لاكارت، فوتوكوبي كذا. المهم انا ما كنتسوقش هذاك الشيء، يعني كنجاوبها مره في يومين، وانا فاش كنجاوب كنلقى خمسه ديال الرسالات، سته كنجاوبها في ميساج واحد. واحد المره قالت لي لا خاصك تشوف لي في المغرب تما، خاصني واحد المكان، يعني راه كنبغيك، راه غنجي تما غنشري واحد المحل، خاصك تقول لي شحال كدير الدار مثلا في المغرب. المهم انا واخا هكاك مشيت معاها، قلت لها شحال كدير الدار. المهم عطيتها واحد المبلغ كذا، قالت لي ماشي مشكل. مشات عاوتاني مع مده، بدات كتهضر لي راه كنبغيك كذا. المهم كيحاولوا حتى النفسيه ديالك، هما بحال كيهضروا معاك بحال طبيب نفساني، كيحاولوا يجبدوك لهذاك العالم ديالهم. يعني راه شحال من واحد تصيد في هذه اللحظه هذه. يعني انا ما كنتسوقش هذاك الشيء. واحد المره كندخل كنلقى واحد البي فيه النمره ديالي، فيه الامانه اللي قالت لك جات. قالت لي راه غنصيفط لك واحد المليون ديال الدولار. مليون ديال الدولار راه غادي نستثمر هذوك الاموال في المغرب، وواحد 50,000 دولار قالت لي راه غادي نفرقوا على المساكين وكذا. المهم انا ما كنتسوقش هذاك الشيء. واحد المره دخلت كنلقى البي فيه النمره ديالي، يعني وفيه هذيك الامانه. قالت لي الغد اللي غترد البال التليفون راه غادي تعيط لك الشركه اللي غادي تسلم لك هذه الامانه في المغرب. المهم مشيت الغد لي فعلا كتصل بيا واحد النمره انا ما عرفتهاش. الو السلام عليكم، كيهضر معايا واحد السيد. هذاك السيد ماشي مغربي، يعني غيكون بحال هضرتو بحال هذوك الافارقه جنوب الصحراء، كيهضر بحال هكا. قال لي فين كنت كذا، قلت له انا في الدار البيضاء. قال لي انا في مراكش. قلت له انا راه في كازا، كيفاش مراكش؟ حتى الاوراق اللي عندي راه فيهم الدار البيضاء، انت في مراكش. قال لك لا راه خاصك تجي لمراكش دابا باش تسلم الامانه ديالك، راه صيفطتها لك السيده في افغانستان كذا. قلت له ما يمكنش انا في كازا. قلت له واخا ماشي مشكل، قول لي الشروط ديال التسليم ديال هادشي. قال لي خاصك تعطي 10,000 درهم باش تسلم الامانه. قطعت عليه، رجعت عند المنسجر، قلت لها هادشي راه ديال النصب والاحتيال، راه حذرتك ياد. عرفت اش دارت هي؟ بلوكاتني. يعني هادشي راه النصب والاحتيال، وطريقه جديده باش كيدخلوا هاد النصابه هادو حتى في البروفيلات ديالهم في الفيسبوك. راه كيهزوا واحد الشخصيه كيحطوها، ما تكون شخصيه صينيه ولا شخصيه امريكانيه، هي اللي كيهزوا كيحطوها في البروفيل، كيصيفطوا لك لابيتاسيو، يعني كتقبلهم مع مده، كيصيفطوا لك واحد الرساله، وهذه الرساله يوم فترد عليهم كيبداو يردوا عليك في البلاصه، وكيبداو يشكروك، وكيبداو يهضروا معاك مزيان، وكيتبعوك، كيعرفوا حتى الحياه اليوم، كيعرفوك في الفيسبوك كيفاش كتعيش، وكيهضروا لك على الشخصيه ديالك. يعني كتبدا تهضر معاك، لا راه كنبغيك كذا. المهم هي قالت لي
هاد الاموال هادو ضروري خاصني نستثمرهم في المغرب. قالت لي اسهل بلاصه اللي غنستثمر في الفلوس هي المغرب. يعني انا راه الحمد لله فاش عقت به فاش قال لي 10000 درهم عرفته انا كتسناني هاد اللحظه هادي حيت هاد الموضوع خديته بجديه حيت شحال من واحد يعني راه 35% في المغرب وقع عليهم هاد الشيء وكثر وما عمر شي واحد عنده جرأه باش يهضر على هاد الشيء. يعني انا راه ماشي درت فيديو باش يضحكوا على الناس يقولوا هذا طماع ولا شي حاجه. هاد الشيء راه ما فيه لا طمع لا والو. بعض المرات راه خاصك تستعمل واخا كاين اللي غيقول لك غبي. انا بعض المرات هذاك الغبي نديرو ولكن باش هذاك الغبي ممكن نديرو علاش ولكن باش نوصل عاوتاني باش نوصل لهاد اللحظه هذه باش نقدموا هذا الفيديو باش الناس تستافد ما تطيحش في هاد النصابه هادو. يعني هاد النصابه راه بداو في المغرب تقريبا من 2004 وكل عام وكتجي طريقه جديده. يعني شحال من الاصدقاء ديالي كنعرفهم شحال من واحد تصيد ونصبوا عليه. يعني راه ما يمكنش شي واحد يبغي يقدم لك شي حاجه ولا يقول لك غنعطيك شي فلوس. تصور انت غيعطيك مليون دولار باش تعطي 10000 درهم هذه غيتقبلها العقل؟ هذه راه ما يمكنش العقل يتقبلها. اللي بغى يجيب لك مليون دولار قول ليه هز انت اللي بغيتي تما ماشي غير 10000 درهم هز حتى 20 مليون وجيبها. يعني هذا الفيديو راه من اجل التوعيه والاستفاده فقط. هذه اللحظه هذه غادي يشوف هذاك البي كتكون فيه النمره ديالو وكتكون فيه هذيك الامانه وكذا والصندوق حتى هما كيجيبوا لك حتى الصندوق. يعني غادي يعطي هذيك 10000 درهم غادي يعطي هذيك 10000 درهم مع مده غادي يطفيو عليه التليفون صافي ما كتعرفوا حيت هما عصابه كيف ما كيقولوا هما عصابه ديال النيجيريين والافارقه بزاف الافارقه هما اللي كيديروا هذا الشيء ومعاهم نيت الناس في امريكان. حيت بعض المرات راه تهضر معك اجنبيه امريكانيه وكدير معك ابيل فيديو راه كتشوفها ها هي ولكن راه ديك الشراء النصب والاحتيال راه شبكه خطيره جدا وهذا الشيء راه كاين في المغرب. غير ما عمر هذا الموضوع هذا ما عمر طرق ليه شي واحد باش نكون واقعي ما عمر طرق ليه شي واحد في المغرب. يعني انا راه هضرت اليوم اللي بغى ما يقول يقول انا كنهضروا من اجل التوعيه والاستفاده فقط. يعني الموضوع ما يلقى فيه الحجر ولا شي حاجه حيت الدراري اللي مشاو اللي وقع لهم بحال هادشي كاينين اللي سولتهم كيقول لك كنلقاو فيه الكرتون ولا شي حاجه ملي غتلقى شي كرتون ولا شي اوراق وصافي هذاك الشيء اللي كاين. لا هذاك الشيء الا شفتيه يعني الانسان العادي ما غاديش شكون اللي غادي يعقب هذاك الشيء الا كنتي انت كتفهم في الاوراق بزاف. فين لما كتفهم لما كتفهمش في الاوراق بزاف راه كتلقى الطبع ديالك وكتلقى كذا كتبغي تشوف هذاك الشيء كتلقاه مزيان. يعني راه هذاك الشيء ما فيه ما كيخليو ليك فين شك يعني غير من طريقه الهضره ديالهم ومن طريقه حتى الاوراق عرفتي الحياه اليوميه ديالها كيفاش كتعيش. انا هنايا وكتصيفط لك التصاور في الجيش الامريكي وكتصيفط لك التصاور ديالها وحتى التصاور باش خدام يعني باش تصيفط لك الباسبور ولاكارت وبزاف ديال الاوراق باش غير يثبتوك. يعني هاد الناس هادو راه خطيرين خص الانسان يرد البال. راه كاينين اللي باقي عايشين هاد اللحظه الان كاين اللي باقي عايش هاد اللحظه الان والمشكل الاكبر في هاد الشيء هو هذاك اللي وقع في هذاك المشكل ما كيبغي يقولوا حتى شي واحد كيعيشوا بوحدو فهمتي كيطمعوا بهذوك الفلوس صافي حتى صحابو ما يقدرش يقول لهم هاد الشيء يقدر يمشي يتسلف ويتصيد ولكن فاش انت غيعيق نهار غيعطيهم هذوك الفلوس وغيطفيو عليك التليفون غتعرف هاد النصابه. يعني راه النصابه راه كثار خصوصا في هادشي ديال الموقع التواصل الاجتماعي ما عمرك تثيق. يعني ما عمرك تثيق في هادشي خصوصا في هادشي ديال مواقع التواصل الاجتماعي ما عمرك تثيق في شي واحد خصوصا في الفيسبوك ولا في المساجر ولا في انستغرام. المهم هادشي يصيفط يقول لك راه بغينا ربحتي معانا ولا غنعطيوك شي حاجه ولا الا بغى يعطيها لك قول ليه جيبها لك ماشي يقول لك اعطي 10000 درهم ولا 20000 درهم. اصلا الا ما كانش النصب والاحتيال هذاك اللي بغى يعطيك مليون دولار ويقول لك اعطيني 10000 درهم واش هذا اش هذه غيتقبلها العقل؟ يعني العقل ما غاديش يتقبلها. يعني نصيحه للشباب يردوا البال من هذه النصابه. راه حتى البروفيلات ديالهم راه قلناها راه باينين راه كيحطوا واحد الشخصيه لما تكون شخصيه صينيه امريكانيه وشي شخصيه اللي كيهزوا كيحطوها في البروفيل كيصيفطوا لك لابيتاسيون يعني مع مده كتقبلهم مع مده كيصيفطوا لك واحد الرساله يوم فوا ترد عليهم كيبداو يشكروك ويهضروا معاك مزيان يهضروا معاك بواحد الطريقه اللي هي مزيانه وكيحاولوا ديما كيحاولوا يهضروا معاك باش يحاولوا يجبدوك لهذاك العالم ديالهم. اي واحد راه تصيد راه الاغلبيه في المغاربه وقع عليهم هذا الشيء وما عمر شي واحد خرج بهذا الشيء. يعني انا اللي خرجت به باش ما يتصيدوش الدراري اللي كاينين دابا اللي عايشين هذاك العالم دابا. طريقه الحب راه بعض المرات كتهضر معايا بطريقه ديال الحب كيفاش كتبغيني واش هي كتبدا تصيفط لي شي قصائد شعريه وانا كان واحد المره نبهتها قلت لي فاش الحب ديالك السرعه وكذا حيت في الاول دخلتني بطريقه ديال الحب بدات كتصيفط لي القصائد الشعريه وهذا الشيء ديال اوراق ديال التصور ديال الرومانسيه. المهم كتبدا تهضر مع مده قلت لي مع مده فاش صافي انا حبست في داك الشيء وشويه تحولت الاموال والاستثمار قلت لي كيفاش هذه السرعه ديالك انت
دابا في الاول دخلتيني بواحد الطريقه قلتي لي كنبغيك شويه دخلتي الاموال والفلوس ومليون ديال الدولار خاصك تدبر لي على محل في المغرب غادي نجي كيفاش هاد السرعه ديال قالت لك هاد الشيء راه كاين واقعي 100% هاد الشيء ما كاينش انا في الاول صراحه حسيت به وما حدرتهم شحال من مره كنقول لهم هاد الشيء ديال النصب والاحتيال حيت في الاول اش كان في الاول في 2010 2008 كانوا شي وحده كتكون شي شيبانيه ولا شي حاجه كتكون في البروفيل ديالها ما تكون شي شخصيه كيف ما قلت لك هي كتقول لك راه الزوج ديالي قريب يموت راه فيه السرطان راه كذا غادي نصيفطو لك يعني هادشي باش كانوا كيدخلوا في الاول دابا لا دابا ولاو كيدخلوا معاك في الطريقه ديال الحب الطريقه كيتبعوك شنو كدير طريقه تتصاور طريقه الاوراق المزوره طريقه بزاف ديال الطرق جداد كاينين في هادشي ديال النصب والاحتيال وراه باينين يعني كنتمنى هاد الرساله ديالي توصل يعني للشباب يحاولوا يردوا البال من هادشي ديال النصب والاحتيال هذا موضوع ماشي ديال الضحك ولا ديال هذا موضوع مهم حيت علاش حيت اغلبيه في المغاربه وقع عليهم هادشي وما عمر شي واحد عنده جرأه يقول هادشي انا عندي جرأه وجيت قلت اللي بغى ما يقول يقول انا كننبه الشباب من اجل التوعيه والاستفاده فقط هذا هو اللي كاين اخويا اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة